مساء الفل، مشرفني بحلقه النهارده الناقد الرياضي الاستاذ ايمن جلبرتو. ازيك ايمن؟ ازيك، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام. طبعا كل الكلام اليومين دول على قرعه دور الثمانيه دوري ابطال افريقيا. الفرق كلها تقيله جدا، الفرق كلها خدت البطوله قبل كده، يعني تحس ان هي المره دي محدش عارف اي حاجه ومحدش عارف مين الفرق اللي هتاخدها. استاذنك الاول بس هقول لك ان هو الاهلي هيقابل صن داونز، الزمالك الترجي، الرجاء مازيمبي، الوداد والنجم الساحلي. ابدا معاك الاول بالاهلي. لا، يمكن القرعه السنه دي او الدور الثمانيه السنه دي هو دور استثنائي، دور تاريخي، كل الفرق حققت اللقب قبل كده. طبعا لو هنبتدي بالاهلي وصن داونز فهي دي اول مواجهه اتسحبت في القرعه، ويمكن هي مواجهه بتتكرر للموسم الثاني على التوالي في نفس الدور. طبعا الموضوع بالنسبه للنادي الاهلي مختلف، لان انت بتتكلم عن ان الموسم الماضي كان يعني النتيجه او الهزيمه الاكبر في تاريخ النادي الاهلي في افريقيا. يعني الذهاب كان 5-0 والاهلي في العوده سجل هدف، لكن في النهايه نتيجه صعبه جدا ونتيجه كارثيه لهذا الجيل، وبالتالي قد تكون دي فرصه جديده لنفس الجيل ان هو يقدر يمحو ذكريات مباراه الموسم الماضي، وان هو يحقق نتيجه ويحقق تاهل يخلي الجمهور يعني يستعيد تاني فيهم الثقه بشكل اكبر، وان هم يبقوا يعني ياخدوا خطوه قدام ان هم يحققوا لقب الافريقي الغائب عن النادي الاهلي من 2013. فيمكن مواجهه الاهلي وصن داونز هي المواجهه الثاريه زي ما بنقول عليها كده في دور ربع النهائي. طيب لو حبينا نتكلم دلوقتي على الاثنين في الدوري وبرده في بطوله افريقيا، دلوقتي الاهلي اول دوري بس طلع تاني المجموعه، صن داونز تالت الدوري اول المجموعه، هل ده هنقدر نحكم عليه اي حاجه ما بين الاثنين في الماتش ولا دي مالهاش علاقه؟ لا طبعا، هي ما بيبقاش ليها علاقه، لان في الاخر هي مباراه ذهاب وعوده، يعني الظروف اللي في الماتش ده نفسه هي اللي بتحدد انت ممكن مصيرك يبقى ايه في البطوله. زي الموسم الماضي النادي الاهلي في الموسم الماضي ممكن يكون كان برضو يعني ترتيبه في الدوري حاجه، لكن في الاخر لعب مباراه قدام صن داونز في بريتوريا كانت مباراه كارثيه، فده ما بيبقاش ليه علاقه قد ما هو المستوى الحالي اللي انت فيه في وقت المباراه وتركيزك واستعدادك وتحضيرك وكل حاجه تخص ظروف المباراه. يمكن النادي الاهلي تاهل تاني مجموعه في مجموعه كان متوقع ان هو يبقى متصدر فيها وبيتاهل فيها بطريقه اسهل من كده، فده شويه صدر القلق عند جمهور النادي الاهلي بخصوص مشوار الفريق في دوري الابطال، لان كان يعني المتوقع ان النتائج كانت تبقى افضل من كده خصوصا خارج الارض. طب ايمن لو رجعنا نتكلم تاني عن الاهلي وصن داونز، البطوله اللي فاتت زي ما انت كنت لسه قايل البطوله اللي فاتت طلع من 5-1، وابتدت الناس ابتدت تتكلم ان في طار ما بين الاهلي وما بين صن داونز، شايف الاهلي السنه دي ازاي وصن داونز السنه دي ازاي؟ يمكن نتائج صن داونز في دوري ابطال افريقيا وده اللي بيهمنا، هي نتائج طبعا جيده، متاهل اول مجموعه، بيحقق نتائج مميزه في دور المجموعات، اسلوب صن داونز ما بيتغيرش، المدرب بتاعه بيستخدم نفس الطريقه اللي هو بيتعامل بيها، التصريحات كلنا عارفين موسيماني بيتكلم ازاي وتصريحاته ازاي، هو بيحاول دايما يسجد اللي قدامه كده بالبلدي او ينيمه. لكن على الجانب الاخر لو بنتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي في الدوري نتائج مميزه جدا، بنتكلم في 12 انتصار متتالي، رقم قياسي بالنسبه لفايلر. في دوري ابطال افريقيا يمكن المشكله الاكبر ان نتائج الفريق خارج الارض هي اللي كانت بتصدر القلق، لان دايما لما بتلاعب منافسين من المفترض ان هم في المتناول او ان هم تاريخيا وحتى فنيا اقل من النادي الاهلي لازم تكسب، عشان ده بيبقى مؤشر ورساله للفرق الاخرى. لو نفتكر مباراه النجم الساحلي للاهلي في اول المجموعه، النجم الساحلي اصلا كان خايف من الاهلي بسبب الاهلي جاي من الدوري بانتصارات متتاليه مع مدير فني جديد، اداء واهداف، فهو النجم نفسه حتى على ملعبه مع ان هو مستواه اصلا فنيا قليل، كان معاه جاريدو لسه مدرب جديد، فكان هم كاشين كده من النادي الاهلي، حتى لما اطرد ايمن اشرف ما حسيناش ان الاهلي بيلعب وحش، هم خطفوا النادي الاهلي. طب بالارقام وبشكل الفريقين الموسم ده تتخيل ان الاهلي هو اللي يكسب؟ لازم اتخيل الاهلي هو اللي يكسب، انا الصراحه ما اقدرش اتخيل حاجه غير ان الاهلي هو اللي يكسب. بعيدا بعيدا عن ان هو الاهلي ومصر، لا لا يعني يقدر ولا لا؟ اتكلمنا كتير عن ان الاهلي يمتلك فريق قوي،
مشكله الفريق الوحيده ان دايما عندهم حاجه تخص شخصيه النادي الاهلي وشخصيه ان انت بتلعب في الفريق رقم واحد في مصر رقم واحد في افريقيا. لازم اللي قدامك هو اللي يخاف منك، ما ينفعش انت اللي تخاف، ما ينفعش تنزل تبقى عامل حساب للجمهور اللي في الملعب او عامل حساب لمين بيتكلم او عامل حساب للسوشيال ميديا او عندك اي حاجه في تركيزك تخليك تخرج عن ان انت لاعب في النادي الاهلي. لا طيب انا كل التوفيق طبعا للاهلي. استاذنك هنشوف انفوجراف بين ابرز المباريات اللي اتلعبت كتير طبعا ما بين الاهلي وصن داونز قبل كده ونرجع نكمل كلام. أنا قبل ما اتكلم معاك عن الترجي والزمالك لفت نظري فكره ان يبقى موجود 6 من الثمانيه عرب. الكره العربيه الفتره اللي فاتت او يعني الفرق العربيه اللي موجوده في افريقيا الفتره اللي فاتت مستوياتها بتعلى قوي، انت شايف دوت عشان الدوري نفسه ولا للعيبه اللي احترفت في فاتت الدوري؟ يعني السبب فين؟ اعتقد ابرزها بيبقى دايما الانتدابات والصفقات. انديه شمال افريقيا عموما يعني مش بالسهل ان هي بتفرط في لعبتها ونجومها، وبرضه لما بيجيبوا بيروحوا يجيبوا صفقات اجنبيه او لعيبه افارقه مستوياتهم. ده يمكن افريقيا الاخرى ساعات بتفرط على طول في نجومها، فهتلاقي ان صن داونز مثلا لان هو في اغلب الوقت محافظ على قوامه الرئيسي مع المدير الفني فهو متواجد. مازيمبي ايضا لانه رئيس النادي بتاعه من اغنياء افريقيا وفريق بيقدر يحافظ على نجومه فهو برضو موجود في الصوره بشكل قوي. فبالتالي هي دايما الانديه العربيه يعني هي اللي بيبقى ليها حضور جيد في دوري ابطال افريقيا. يمكن اعتقد لموضوع ان هم على طول بيحاولوا يحافظوا على القوام بتاعهم والصفقات، وان هم يعني رحيل اللعيبه عنهم بيبقى يعني بشكل ما فيهوش ان الفريق فجاه كله بيقع يعني. طب استاذنك بس نروح نشوف راي الناس في القرعه ونرجع نكمل كده. رايك ايه في قرعه دور الثمانيه لبطوله افريقيا؟ والله يعني 8 فرق اقوياء، 8 فرق ابطال، اقل واحد يعني يمكن حامل لقب مره واحده وصن داونز، معانا الاهلي طبعا 8 القاب وان شاء الله تبقى التاسعه. بس هي يعني هي الفرق تقيله، بس القرعه نفسها مش هي القرعه اللي بتعمل كل سنه. يعني احنا اول مره نشوف الاهلي صاعد معاه فرقه من نفس المجموعه بعد دور الثمانيه ممكن يقابلها في دور الاربعه. والله انا شايف القرعه بالنسبه للفرق كويسه وبالنسبه للفرق مش مظبوطه، بس بالنسبه للاهلي انا كنت نفسي ان الاهلي اول صن داونز لان احنا في كرويا في طار لينا بيت يعني. فاحنا ان شاء الله ولاعيبه الاهلي اكيد متحفزه ان هي تاخد خطوه ايجابيه يعني حتى على الاقل تصالح الجمهور بالنسبه للماتش زي كده. بطوله صعبه بصراحه وصعبه اكتر ان الاهلي وقع مع صن داونز تاني وزي ما تقول فطار كده يعني فطار بين الاهلي وصن داونز بس يعني. والله القرعه يعني هي كده القرعه عادله جدا لان اللي موجودين كلهم فرق كبار وكلهم وصلوا خدوا بطولات افريقيا فمش هيبقى في اختيارات تانيه لان لازم تقابل فريق صعب فده اللي كان متوقع يعني. هي قرعه جامده جدا وفيها فرق تقيله قوي كمان يعني النجم والاهلي والزمالك والوداد والرجاء. قرعه كويسه يعني هي حطت كل نادي وعايزين بس نشوف الاهلي هيعمل ايه مع صن داونز. كل فرقه جامده يعني بس احنا اللي يخصنا الزمالك والاهلي وربنا يوفقهم الاثنين. دايما نتكلم عن الزمالك والترجي. الزمالك تالت دوري وطلع طبعا التالت في مجموعته، الترجي اول دوري واول مجموعته وهو اللي واخد البطوله المره اللي فاتت، فشوف انت حابب تتكلم على مين الاول. لا يمكن برضو الترجي بقى والزمالك هي مواجهه يعني كلاسيكيه كده ليها طبع اخر لان السنه دي الزمالك هيلاعب الترجي في السوبر الافريقي
في قطر يوم 14 فبراير، بعد كده في اخر فبراير يلعبوا في ذهاب ربع نهائي افريقيا، بعد كده يلعبوا تاني في اياب ربع النهائي. فبتكلم في ثلاث مواجهات يمكن في وقت قليل جدا، ويمكن اخر مواجهه بين الزمالك والترجي كانت في 2005، يعني بنتكلم في زمن يعني بعيد شويه. لو برضو تاريخ المواجهات هو يعني مفيش، مش هنقدر نقول ان مثلا الترجي كعبه عالي او لا، الزمالك يمكن في اخر حتى مواجهه اللي لو بنتكلم في 2005 نسخه 2005 هو كان تفوق على الترجي في دور المجموعات كنتائج يعني. يمكن اللي بيدعم الترجي شويه ان هو بطل اخر نسختين، عندهم الثقه بتاعت افريقيا، لسه لاعبين كمان كاس عالم انديه، عملوا صفقات شتويه ضموا حوالي 4 لعيبه، ويمكن استفادوا طبعا بقرار الاتحاد الافريقي بتاع ان هو فتحوا الاستبدال بشروط معينه، وبالتالي هم في الحته دي هم بس يعني اللي ما يميزهم عن الزمالك حته ان هم عندهم الثقه اكبر وان هم متمرسين، وان هو هيستفيد طبعا لما هيلعب الزمالك مباراه الاياب في ملعبه في رادس، دي بتديله قوه. لكن الزمالك برضو يعني ممكن كان في قلق عند شويه الجمهور من مستوى الفريق، ان هو متذبذب شويه في الدوري او النتائج مش مستقره، يعني ممكن يتعادل بعد كده يكسب ماتشين ثلاثه بعد كده يرجع يتعادل تاني. حتى في دوري ابطال افريقيا هو كان المنافس المباشر بتاعه مازيمبي، النتائج معاه ما كانتش جيده، فده برضو يمكن صدر بعض القلق لجمهور نادي الزمالك. لكن في النهايه الزمالك يعني المجموعه ونتائجها خلته يتاهل مستريح لربع النهائي، وهو كان متوقع ان الزمالك ومازيمبي هم اللي هيتاهلوا من المجموعه دي، ما كانش فيها اي مشاكل. الترجي زي ما قلنا بس هو يعني الحاجه اللي بيستفيد بيها دايما هو لما بيلعب على ملعبه الامور بتبقى صعبه على اي منافس، لامور بقى الجماهير، وساعات لو الحكم شويه ضعيف ممكن يتاثر بالامور الجماهيريه. لكن برضو الزمالك لازم يشتغل فنيا واداريا، لان الزمالك يمكن في بدايه الموسم كان كلنا عارفين ان كان عنده بعض المشاكل الاداريه كانت بتتسبب ان في نتائج مش جيده، وحتى ميتشو رحل وجي كارتيرون راجل عنده خبرات طبعا افريقيه، ووصل مع النادي الاهلي قبل كده للنهائي وخسر كان من الترجي، فممكن دي تكون برضو حاجه جيده ان كارتيرون عارف دنيا الترجي ماشيه ازاي وفريق الترجي، ولعبه قبل كده مع الاهلي، ولعبه قبل كده لما راح مسك الرجاء في ماتش السوبر وقدر يتفوق عليه. فدي برضو امور بتدي نقط لصالح الزمالك يقدر ان هو يحقق نتائج ايجابيه وممكن يبقى موجود طبعا في نص النهائي يعني. طب وبمناسبه كارتيرون، عشان هو لسه جاي، انت شايف تقدر تحكم عليه من دلوقتي ولا لسه شويه انك تقدر تقول مدرب تقيل؟ وانا سيبك طبعا من هو كان موجود مع الاهلي، انا بتكلم في الفتره اللي موجوده دلوقتي، نقدر نحكم عليه دلوقتي في نادي الزمالك؟ وشايف نادي الزمالك اختلف معاه ولا لسه هنستنى شويه عشان نقدر نقول هو تمام واختلف الزمالك معاه ولا لا؟ اعتقد اللي اختلف في الزمالك مع كارتيرون ممكن ان هو مستقر شويه يعني اداريا عن بدايه الموسم، قد يكون في مستحقات بتصرف للعيبه في ميعادها، مفيش يعني مشاكل قوي ظاهره بالنسبه للعيبه، فبالتالي الامور هاديه. لكن المشكله النتائج الدوري، نتائج الدوري الفريق فقد نقاط كثيره في المشوار في الدوري، في دوري ابطال افريقيا يمكن هي برضو المشكله، قلنا ان هو ما قدرش يكسب المازيمبي في مصر، فدي شويه عملت قلق عند الجماهير. كل التوفيق للزمالك ان شاء الله، وكل التوفيق للاهلي ان شاء الله. استاذنك بس نشوف انفوجراف عن ابرز المواجهات ما بينهم، ما بين طبعا الترجي والزمالك، ونرجع نكمل. ايمن، قبل ما نتكلم على الماتشين التانيين، استاذنك عاوزين نتكلم بس عن البطوله نفسها.
انت شايف البطوله بتتطور من سنه لسنه ولا مش حاسس ان في اختلاف فيه؟ لا يعني طبعا هو بيبقى واضح ان البطوله سنه عن سنه بيبقى فيها بعض الاضافات، يمكن الكاف في الفتره الاخيره ابتدى يهتم ببعض الامور التنظيميه، حتى في تغطيه المباريات بقت بتديها شكل جمالي، سواء في طريقه التغطيه على السوشيال ميديا، سواء زي ما بنشوف القرعه بتاعه الادوار سواء المجموعات او الادوار الاقصائيه كل سنه بيبقى فيها تطور عن السنه اللي قبلها. بيحاولوا يعني موضوع ان فكره ان بقى فيه دور 8 وان دور ال 16 هو اللي بقى دور المجموعات ده برضو عمل شكل جيد، قوة شوية. طبعا تثبيت الايام، ان النهارده بقينا عارفين ان الجمعه والسبت دي ماتشات لدوري ابطال افريقيا، ويوم الاحد دي ماتشات للكونفدراليه بمواعيد ثابته الساعه 3 مثلا والساعه 6 والساعه 9. دي برضو ادت نوع من انواع ان يعني حاجه جيده للبطوله. لا، البطولات الافريقيه بتتطور من النواحي الاداريه والتنظيميه موسم عن اخر. نتمنى ان هي في جوه الملعب كملاعب في افريقيا، البلاد اللي بتلعب في البطولات الامور تتطور عندها افضل من كده في بعض البلاد. نتمنى ان الامور التحكيميه تبقى افضل في الفتره اللي جايه. استاذنك نشوف انفوجراف عن ابرز ارقام البطوله ونرجع نكمل كلامنا. ايما عايزين نتكلم عن الرجاء ومازيمبي. طبعا هي مواجهه برضو يعني مش سهله، اتوقع او الامور بالنسبه لي تميل اكتر لمازيمبي. طبعا الرجاء ومازيمبي هم في طريق الزمالك، وبرضو هنا في السيمي فاينال في افضليه للانديه المصريه لو قدرت تتاهل، الاهلي او الزمالك. يعني الزمالك النهارده لو قدر يتجاوز الترجي هيلعب في السيمي فاينال مع الكسبان من مازيمبي والرجاء. مباراه الاياب هتبقى في مصر، فدي طبعا برضو افضليه كويسه، خصوصا ان النهائي في ارض محايد، فده ما فيهوش اي مشاكل. يعني انا بالنسبه لي الكفه تميل اكبر لمازيمبي. نتائج مازيمبي في المجموعات مميزه جدا، متصدر ومتاهل بشكل مريح. مازيمبي على ملعبه فريق قوي، فريق عنده جمهور قوي، عنده رئيس نادي قوي وليه ثقل في الاتحاد الافريقي، وليه يعني هو تقريبا هو افضل رئيس نادي في افريقيا، خد الجائزه دي، وحتى هو موجود في حاجه كده اسمها اتحاد انديه العالم اتعملت قريب، اللي هو رئيسها بيريز رئيس نادي ريال مدريد، هو موجود ممثل عن قاره افريقيا. فدايما احنا بنقول ان مازيمبي دايما لما بيلعب اي نادي بيبقى هو حظوظه اوفر وخروجه دايما بيبقى هو المفاجاه، فاعتقد الكفه بتميل لمازيمبي. مع بقى ان هو في طريق الزمالك فممكن نلاقي مواجهه تاني مكرره بين الزمالك ومازيمبي يعني في سيمي فاينل. طب الوداد والنجم، احنا عارفين دايما كل المواجهات العربيه بالذات الجزء دوت من شمال افريقيا مغرب وتونس، عارف الماتشات دي بتبقى تقيله جدا، لان بحسها ان هي بتبقى بطوله ما بين البلدين يعني مختلفه خلاص عن بقيه البطوله. رايك في الماتش ده؟ طبعا هو صراع زي ما انت قلت، الشمال الافريقي ده دايما والمغرب وتونس بيبقى صراع مثير، ومباريات برضو بنستناها عشان نتفرج على الاجواء الجماهيريه والاجواء داخل الملعب، خصوصا كمان ان لسه الموسم الماضي كان في مشكله كبيره ما بين الوداد بقى والترجي، فبنتكلم الاتحاد التونسي والاتحاد المغربي في موضوع الفار والشكاوي وتتويج الترجي. فالنهارده الوداد والنجم الساحلي دي مواجهه هتبقى قويه، التوقع فيها يبقى اصعب من مازيمبي والرجاء بالنسبه لي يعني، لكن انا يعني كفه برضو تميل للوداد، لان النجم الساحلي رغم ان هو متصدر في مجموعه الاهلي لكن بالنسبه لي هو مش مقنع او ما كانش بالفريق الشرس، حتى هو من الاربعه المتصدرين انا شايف ان هو يعني اضعفهم.
لكن عنده افضليه ان الاياب هيبقى على ملعبه رغم ان هو بيلعب في رادس ما بيلعبش في سوسه، ودي برده يعني بتقلل من قوه النجم لان ملعب سوسه ملعب رخم زي ما بنقول كده في الكوره. لكن الوداد بقى في ملعبه جماهير كبيره جدا، الفريق يعني مميز بيلعب كوره حلوه، فاتوقع يعني ان الوداد هو اللي ممكن يتاهل. طب قول لي اسم فريقين في النهائي اللي انت متوقع. انا اتمنى طبعا واتوقع يعني النادي الاهلي رقم واحد، يعني من ناحية تانية اتوقع مازيمبي، لكن بالتاكيد يعني لازم نقول ان حظوظ نادي الزمالك هي اللي تبقى افضل وان هو يبقى في النهائي يعني. طيب لو اهلي وزمالك او اهلي ومازيمبي تتوقع مين اللي يفوز؟ ما اقدرش، ما بتوقعش مع النادي الاهلي، انا بتمنى فقط واتمنى النادي الاهلي هو اللي يكسب البطوله طبعا يعني. طب استاذنك نروح نشوف راي الجماهير ايه وقالوا مين اللي هيكسب برده ونرجع نكمل كده. توقعاتك مين يكون في النهائي؟ يعني هو انا اتمنى الاهلي والزمالك، بس شايفه يبقى الاهلي والترجي. والله انا نفسي الاهلي والزمالك كقطبين مصري يعني في الكوره يعني، بس طبعا الاهلي يفوز ان شاء الله. لا الاهلي يكون طرف في النهائي لان الاهلي عنده تقريبا زي ما بيسموه طار مع صن داونز، والترجي واخد منه بطوله، والوداد نفس الفكره برضو واخد منه بطوله، فالاهلي هيبقى داخل عينه الاول على صن داونز يطلعها، وبعد كده ان شاء الله الوداد ونطلعه، وبعد كده نلعب الترجي في النهائي وناخد البطوله. الزمالك والنجم السحاب، هو ان شاء الله يبقى الاهلي والترجي برضو. الزمالك ومازيمبي. الاهلي والترجي عشان الاثنين حسموا البطولتين بقى لهم 3 سنين مع بعض، والاهلي دايما هو اللي بيخرج من النهائي ان شاء الله. يعني اللي هيوصل الزمالك مع الوداد. طبعا ما ينفعش تبقى معايا وما نتكلمش على الكونفدراليه. طبعا برضو عندنا اثنين منافسين مصريين موجودين في ربع نهائي الكونفدراليه، بيراميدز يمكن الطريق الاسهل ان هو يلعب فريق زاناكو. بيراميدز متصدر برضو بشكل مريح وتاهل، ويمكن البطوله السنه دي في الكونفدراليه سهله للانديه المصريه، ان ممكن يبقى فيه بطل مصري جديد بعد الاهلي وبعد الزمالك. ممكن بيراميدز هو مرشح ان هو يكسب البطوله فيبقى بطل مصري ثالث. حتى النادي المصري لو قدر يعني يظبط اموره الفنيه وان هو يستفيد من جماهيره في بعض المباريات سهل جدا ان هو يوصل النهائي ويحقق اللقب. لكن يمكن مشوار النادي المصري اصعب من بيراميدز لانه هيلاعب فريق نهضه بركان المغربي. نهضه بركان المغربي اللي كان منافس نادي الزمالك في نهائي الكونفدراليه النسخه الماضيه، وكان منافس صعب جدا على الزمالك، والزمالك طبعا قدر يفوز باللقب بعد ركلات الترجيح في برج العرب. وبالتالي ده مشوار يعني مشوار المصري اصعب، لكن يعني سهل جدا ان يبقى النهائي ما بين بيراميدز والمصري برضه في ملعب ممكن نلاقيه محايد في افريقيا، نهائيين مصريين في دوري ابطال الكونفدراليه. لكن يعني توقعاتي ان بيراميدز يعني الكفه تميل ليه كمنافس مصري في الكونفدراليه ان هو اللي يقدر يعني يتاهل للنهائي وان هو ممكن يكسب اللقب يعني. شكر جدا على وقتك، ان شاء الله تكون معايا المره الجايه باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله نشوف الاهلي او الزمالك هم اللي كسبانين. شكرا جدا يا نعم. شكرا حبيبي، اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله.